مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث. عايز أقول لكم إنه لا توجد خطية تكون عاقرا، وإنما كل خطية لها أولاد، ولا توجد فضيلة عاقرة، وإنما أيضا كل فضيلة لها أولاد. فلذلك الإنسان لما يمشي في طريق الخطية لازم يخاف على نفسه، لأن الخطية اللي هيقع فيها لها أولاد كتار، والخطية لا تستريح حتى تكمل. الفكر مثلا يلد فكرا ويلد أفكارا كثيرة، فما تقدرش تقول انك وقعت بس في خطية فكر، تقول وقعت في خطايا فكر عديدة. الفكر يجيب فكر، الحواس تلت فكرا، والفكر يلت فكرا اخر، وجايز الفكر يلت شهوة، والشهوة تلت انفعالا، والانفعال يلت عملا، والعمل يلي التعود، والتعود جايز يتحول الى طبع. الخطية هي ام ولود كثيرة الاولاد بطبيعتها. الشهوة مثلا اذا دخلت في الانسان ممكن انها تلد انواعا كثيرة، اما تلد شهوة جسد او شهوة طعام او شهوة مال او قنية او شهوة مناصب، ممكن شهوة الجسد تلد خطية زنا، وممكن خطية الزنا تلد ثمرة بنين، وممكن دي تلد خطية إجهاض مع خطية كد مع تغيير. خطايا متتابعة ورا بعضيها ما تقدرش تعرف توصل لفين. اللي يخش مثلا في شهوة المال أو القنية ما اسهل انه يقع في خطية الحسد او خطية الغيرة او خطية السرقة او خطية النصب والاحتيال، ما كلها خطايا ورا بعض. ما تفتكرش شهوة المال بتقف عند الحد، ده شهوة المال بالنسبة ليهوذا ولدت خطية خيانة، خيانة لمعلمه وسيده، وانتهت إلى الصلب. فالواحد لازم ياخد باله من الأول، لأن الخطية دي لا تقف عند حد، وخصوصا اذا تزاوجت مع خطية اخرى، هما الاثنين يولدوا خطايا عديدة لا تحصى. خدوا مثلا خطية الكبرياء، قد ايه بتولد خطية الكبرياء؟ تلد حب العظمة، والإنسان إذا دخل في الكبرياء
يصل ايضا الى خطية العناد. لازم ينفذ اللي في مخه ويعاند وما يقبلش الرأي الاخر مهما كان. كبرياءه يشعره ان هو اللي صح وغيره غلط. اللي يدخل في خطية الكبرياء تلد عنده خطية اخرى هي عدم الاحتمال، لان المتضع ممكن ان يحتمل لكن المتكبر ما يقدرش يحتمل، فيقع في خطية تانية هي عدم الاحتمال. وجايز خطية عدم الاحتمال تلد عنده خطية الغضب والنرفزة، ما يطقش اي كلمة فيغضب ويتنرفز. تقول له الغضب ده منين؟ مولود من الكبرياء. خطية الكبرياء عند البعض ممكن ان تلد خطية اخرى هي محبة المديح ومحبة الكرامة. عايز الناس يقولوا فيه كلام كويس والا يزعل. وخطية محبة المديح تلد ايضا خطية اخرى هي خطية الحديث عن النفس. انا عملت وانا سويت وانا وانا وانا، خطية اخرى جاية من الكبرياء. وخطية الكبرياء ومحبة المديح ممكن تخلي الانسان يقع في خطية اخرى، وهي عمل الخير امام الناس لكي يمدحوه، وهكذا يصل الى خطية اخرى هي خطية الرياء. وخطية المجد الباطل. والانسان اللي يقع في خطية الكبرياء ممكن يقع ايضا في تبرير الذات. في تبرير الذات انه يبرر نفسه ويوري ان هو بلا خطية. يبرر نفسه، ولكي يبرر نفسه تبرير النفس ده بيلد خطية اخرى. ايه هي؟ فلسفة الخطية. يعني يحاول يعطي الخطية اسما غير اسمها ويوجد لها تعليلا ويخليها فضيلة ممكن. ولذلك انسان كتير ساعات يقع في خطية كبرياء ويلاقي نفسه انه ممسوك فيها، فيحاول يوري ان الغلطة دي فضيلة، انها حاجة صح. يفلسف، يجيب لها ايات، يجيب لها اقوال اباء، يجيب لها اي حاجة. خطية الكبرياء ايضا ممكن ان تلد خطية اخرى وهي التعالي على الاخرين. التعالي على الاخرين او احتقار الاخرين او عمل مقارنة بينه وبين غيره. خطية الكبرياء ايضا ممكن لو دخلت في المعرفة، ارتبطت بالمعرفة، تبقى بقى في كبرياء خاصة بالمعرفة، بحيث ان الانسان يرى ان رأيه صح مهما كان. وجايز يقع في الهرطقة، لانه لا يقبل ان يتنازل عن رأيه ولا يقبل انه يغير فكره لان كبرياءه تمنعه، فيتمسك بالخطأ
ويدعو إليه الآخرين وتتحول إلى هرطقة. يعني لو كان أريوس عنده تواضع ما كانش تحول إلى هرطوقي، كان تنازل وانتهى الموضوع. وهكذا مسطور وأطاخي والكل. فالخطية بتلد أولادا كثيرين، ولا تقتصر على أنها نقطة البدء وخلصت على كده، لا. زي ما قلت لكم لا توجد خطية عاقر، الخطية لها أولاد كتار. فأنت خلي بالك من نفسك وشوف ايه تطور الخطية عندك، وهل الخطية دي بتخلف عيال ولا ما بتخلفش، وبتغير شخصيتك كلها ولا لا. هو خطية الكبرياء اللي كانت عند الشيطان كانت مجرد خطية كبرياء، زي ما ورد في أشعياء 14 13 14. ده الكبرياء بتاع الشيطان دخله في عناد مع الله نفسه وفي حرب مع الله نفسه، وان عايز يكون له مملكة تنافس ممالك الله، وان يضيع ايمان الناس بالله لكي ينضموا اليه ويصبحوا جنده. ولما وقع في الكبرياء نزل معاه مجموعات تانية من القوات الملائكية، صاروا جنود الشيطان وملائكته. فبرضو من ضمن نتائج خطية الكبرياء ان الانسان يحاول ان يكون له مجموعة تسير في ركبه وتخضع لرأيه ويصير القائد لهؤلاء، زي الشيطان بالضبط. خدوا مثلا خطية الغضب، هل هي مجرد خطية غضب وانتهت على كده، ولا الانسان لما بيغضب خطية الغضب بتلد في حياته بنين عديدين؟ خطية الغضب ممكن تجيب خطية النرفزة اذا اصطدمت بالاعصاب، خطية الغضب ممكن تجيب خطية الانتقام، تلد الغضب يلد الانتقام، الدفاع عن النفس، الدفاع عن الكرامة، الدفاع عن الشخصية، لأن خطية الغضب اندمجت بخطية الذات. ممكن إن خطية الغضب تلد خطية التشهير، يشهر بغيره في حالة غضب، فلان ده جنسه ونعته وجنسه ونعته. او خطية التهديد، الانسان في غضبه بيهدد غيره، التهديد ده جه منين؟ ولدته خطية الغضب. السب واللعن خطايا مولودة من خطية الغضب، ربما يصل الى الضرب والى القتل، خطايا مولودة من الغضب. عشان كده يعقوب اب الاباء قال عن ابنيه لا وشمعون: الملعون غضبهما فانه شديد، قتلوا انسانا وعرقبوا ثورا. لان الانسان في الغضب
بيحاول ان هو يصير عدوانيا. خطية العدوانية، العدوان على الآخرين، نتيجة أيضا من نتائج الغضب، تحطيم الغير نتيجة من نتائج الغضب. واحد يغضب يقول فلان ده أنا هعمل فيه وأسوي فيه ومش هخليله أرض يقدر يمشي عليه. ما لا تعمل ليه؟ هيخفزه تحت الأرض. إزاي؟ تحطيم الآخرين. إنسان في خطية الغضب جايز يصل إلى الخيانة. إذا غضب على حد من رؤسائه من آبائه يخونهم. الخيانة دي جاية منين؟ من خطية الغضب. إذا تزوج الغضب من الكبرياء أي بنين سوف يلدان من تزاوكم؟ إنسان شعر بكبريائه بالعظمة بتاعته ويغضب ده يتحول إلى وحش. يلدان أولادا من نفس الثمر، من نفس الجنس. يقول شجرا بذره فيه كجنسه. لكن واحد كده يروح لابونا ويقول له يا ابونا أنا غضبت، بس كده يا حبيبي شوية غضب كده، والغضب ده ما ولدش حاجة. لم يلد عثرة للآخرين لما يشوفوك وانت واحد من ولاد الكنيسة في شكلك الغضوب، ملامحك الصعبة التي لا تطاق، والألفاظ الشريرة والألفاظ القاسية والتجريح. الإنسان ده في ساعة الغضب، الغضب بيلد خطايا عديدة من الصعب ان احنا نحصيها، خطايا لسان وخطايا قلب وخطايا فكر وخطايا عمل وخطايا جسد. شوفوا الغضب ده يوصل لحد فين. ده داود لما غضب على نابال الكرملي قال لا ابقي له حتى الصباح بائلا بحاره، ما خلولوش حاجة بدا. بصينا لان الراجل ده بتاع الصلاة والتأمل، الغضب حوله الى شخص اخر. الرغبة في الانتقام، في التحطيم، في اتيان الدماء. ما يجيش واحد يقول انا غضبت. طب لما غضبت الغضب ولد فيك ايه؟ قولهم كل العيال، قولهم البكر والتاني والتالت لحد اخر واحد، لحد اخر العنقود. لا ابدا، ده جايز ما يكونش اخر العنقود، يبقى لسه فيه حبات تانية. عجيب جدا هذا الميلاد اللي يكون من الخطية. لو امتزج الغضب بالكبرياء بالذات بالقسوة، ما هو الغضب ايضا جايز يلد خطية القسوة، لان الانسان بيبان طبعه ساعة غضب. لما يكون الانسان ماسك نفسه، يعني عنده نوع من السيلف كنترول، واخد باله من نفسه، مش باين اللي جواه. لكن في ساعة الغضب، الغضب بيكشف الذات ويوري ايه جواه، بيكشف الذات. عشان كده بتبقى الذات عثرة للآخرين في حالة الغضب. خطايا بتولد
انتم متضايقين بس من البشر اللي بيولدوا كتير، دي الخطايا بتولد اكتر واكتر واكتر. جايز البشر يعني لما بيولدوا كتير بيتعدى اولادهم على الاصابع، لكن الخطايا لما تولد ما يتعدش اولادها على الاصابع. خدوا مثلا اللسان وعدم ضبط اللسان. عدم ضبط اللسان ده بيولد قد ايه؟ يعني بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. طب تدان على ايه؟ على الاولاد الكتار الذين تلدهم شفتاك. اللسان لما يغلط ويتدنس يولد خطية الكذب وخطية الشتيمة وخطية اللعن وخطية الإدانة وخطية التحقير وخطية التشهير، ويلد أيضا الاستهزاء بالآخرين، ويلد ايضا التهكم على الاخرين. يعني ياخدتم مجال التريقة، ويلد مسك السيرة. بيولدها خطية، بيولدها اللسان. وبعدين مسك السيرة دي اذا صبها اللسان في اذان الاخرين يعكر افكار الاخرين ويعكر قلوب الاخرين ويعكر مشاعر الاخرين، وكل هذه العثرات من خطايا اللسان. ده معلمنا يعقوب بيقول ده نار. شوفوا قد ايه بتحرق. بيقول سم مميت. اللسان يلد خطية الغيبة وخطية النميمة. الغيبة يعني يتكلم على الناس في غيبتهم، والنميمة يعني يمسك سيرتهم. ده ممكن اللسان يلد ايضا خطية الدسيسة، يدس يوقع بين اتنين وبعض او بين ناس وبعضهم دسيسة. تلاقي اللسان ده نتائجه لا يعبر عنها. زي ما بيقول الشاعر: ويا لا رب خداع من الناس تلاقيه يعيب السم في الافعى وكل السم في فيه. يعني ينتقد السم اللي موجود في الافعى والسم كله في فمه. الكتاب قال كلماتهم نبال زي السهام اللي بتخرج، وقال فمهم قبر مفتوح. شوفوا بتطلع منه ايه. اللسان ممكن ايضا يولد خطية شهادة الزور، وممكن يولد خطية أخرى هي إفشاء الأسرار. يعني واحد دخل الغضب في قلبه وبعدين طلع من قلبه على لسانه، وبعدين عايز ينتقم، يفشي أسرارا لا يعرفها أحد. ح
حاجة بيولدها اللسان أيضا، أو ينشر الشائعات، خطية لسان بيولدها اللسان. واحد عايز يخرب حاجة يقول لك اسمع أنا عارف السكة. إيه السكة؟ يطلق شائعة، كدب في كدب زي بعض، وتوصل للودان، وبعدين تستلمها ألسنة أخرى تزود 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 لغاية لما الشائعة تبدو في نظر الناس حقيقة وخطيرة. منين؟ اللسان بيولد. ليه بيولد؟ لأن اللسان بيتزود نفسية المريضة. اللسان بيتزوج ايه؟ نفسية المريضة، ويخلف منها كل هذه الخطايا. اللسان ممكن ان يلد ايضا خطية التهديد، ان ما حصلش هعمل هسوي ايه ده، خطايا ماشية ورا بعضيها. او التعيير او القسوة او الكلام الموجع، تلاقي انسان لسانه يلد كلمة موجعة ممكن تمرض واحد، ممكن تجيب له ضغط، تجيب له سكر. يبقى اللسان بيلد من عنده كلام موجع وبيولد للاخرين امراضا. او اللسان ممكن ان يلد كلام الهذر وكلام المجون ونكت وحشة او كلام جنسي او اي حاجة. او ممكن اللسان يلد الاغراء بالكلام، ما في واحد له كلام معسول يغري به الاخرين لغاية لما يوقعهم في مشاكل. كل دي حاجات يلدها اللسان. ده اللسان ايضا ممكن ان يلد خطية التجديف. التجديف زي الوجوديين دول اللي بيتريقوا على ربنا نفسه، يقولوا خلي ربنا في السماء ويسيب لنا الارض، يجدفوا عليه. ممكن اللسان يلد خطية الشكوك، ينشر شكوكا في ميادين متعددة جدا. في ناس وظيفتهم كده، يشككوا الآخرين، يشككوهم في الناس، ويشككوهم في المعلومات، حتى يشككوهم في الدين، ويشككهم في انفسهم. خطية الشك ما جاي من اللسان برضه. ممكن ان اللسان يلد خطية اخرى وهي الخرافات، ينشر خرافات جاية من اللسان. ممكن اللسان في صغر النفس يلد خطية التملق وخطية النفاق وخطية الرياء. ممكن اللسان يلد خطية التذمر، تلاقي انسان باستمرار متذمر من كل حاجة، يقول لك ده غلط وده غلط وده غلط، ودول بيعملوا ودول بيعملوا، ولسانه كده زي قنبلة بتتفجر وبتطلع حاجات تصيب من تصيب، تصيب اذن، تصيب قلب، تصيب فكر. ده ممكن اللسان يلد العدوى. يعني ايه العدوى؟ يعني واحد لسانه عيان مريض
يتكلم مع ناس يخلي ألسنتهم مرضى زيه، فتنتقل عدوى الأخطاء منه إلى الآخرين، والكلمة تخرج من فمه ليس فقط إلى آذان الناس وإنما إلى أفواههم أيضا. وتلاقي ده واحد بيردد الكلام، بيردد. إيه الحكاية؟ خطايا من اللسان بتتولد وتولد غيرها لغاية الحكاية ما تنتهيش. أو لسان يلد خطايا الشكوى، باستمرار يشكو وينقل الشكوى إلى غيره. أو مثلا تلاقي من خطايا اللسان العتاب القاسي، في واحد يعاتبك أم يكسبك، وفي واحد له عتاب قاسي يمرر نفسك. ليه؟ لسان. اللسان اللي ما بيوزنش نتائج أفعاله أو ما بيوزنش إيه اللي يحصل أو يولد منه، زي اللسان يلد خصومات، يقول لك كلمة يسبب بها خصومة. ده ممكن لسان يقول كلمة يسبب طلاق بين زوجين، بيولد. علشان كده يقول لك كثرة الكلام لا تخلو من معصية. الكلام الكتير ما نعرفش ايه المعاصي اللي بتيجي نتيجته. الذات دي ما تنتهيش. لما نتكلم على خطية الذات وماذا يمكن أن تلده لا يكفينا الوقت أبدا. خطية الخصام وماذا يمكن أن تلده أشياء كثيرة جدا جدا، زي إنسان يخاصم فيتغير قلبه، وإنسان يخاصم فيخون، وإنسان يخاصم فيؤلب الدنيا على من يخاصمه، أو يتحول من وضع إلى وضع عكسي تماما. لذلك ينبغي على الإنسان إنه يحترس من أول الطريق، يحترس من أول الطريق. وأول ما يلاقي أن الخطية ابتدت تخصب وتلد بنينا وبنات يقول بس خلي بالك ما نكترش عن كده. خطية العنف مثلا، أية أبناء تلد من بغضة إلى إيذاء إلى حروب إلى إهانة، حاجات ما تنتهيش. في نفس الوقت الذي نقول فيه إن الخطايا ليست عواقر وإنما تلد بنين وبنات، نقول أيضا إن الفضائل ليست عواقر، الفضائل أيضا تلد بنين وبنات. فلما الواحد يبتدي في فضيلة يلاقي فضائل أخرى قد ولدت منها سواء كان يشعر أو لا يشعر. فمثلا فضيلة التوبة،
فضيلة التوبة تلد الاتضاع وانسحاق القلب، وتلد ايضا فضيلة الدموع، وتلد الشعور بعدم الاستحقاق. وتلد محبة الله الذي غفر والذي قاد إلى التوبة. وتلد الرغبة في تعويض الأيام التي أكلها الجراد. وتلد البعد عن مجالس المستهزئين وعن طريق الخطاة. وتلد الحرص والتدقيق والجدية، كل دول بتلتهم التوبة. لذلك قال احد الاباء: انني عجبت بالاكثر من الذين اخطأوا وتابوا اكثر من الذين لم يقعوا في خطية. حتى هذه التوبة وترك الخطية بتلد خبرة روحية في الطريق الروحي. خذوا مثلا فضيلة الإيمان، وأية فضائل تلد. فضيلة الإيمان تلد الثقة بالله، ثقة لا يعبر عنها، وتعطي أيضا فضيلة الرجاء. فالإنسان اللي عنده إيمان بيكون عنده رجاء في الله. وفضيلة الإيمان تلد عدم الخوف، فالذي يؤمن بالله وبستره ومعونته لا يمكن أن يخاف. يقول: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. فضيلة الإيمان تعطي قوة في القلب، قوة من فوق، وتبعد الإنسان عن الشك، وتعطي صلابة في الشخصية مثل صلابة أثناسيوس في إيمانه. قالوا له: العالم كله ضدك يا أثناسيوس. وقال: وأنا أيضا ضد العالم. صلابة، قوة. فضيلة الإيمان ممكن أن تلد جميع الفضائل الأخرى، نسميها ثمر الإيمان. لدرجة ان الحياة الروحية ممكن ان يسموها حياة الايمان، لان الايمان يلد في الانسان كل شيء خير. خذوا فضيلة الاتضاع، اية اولاد تلدتهم فضيلة الاتضاع، الوداعة، عدم محبة النصيب الأكبر، عدم محبة الذات، عدم محبة المتكئ الأول. فضيلة الاتضاع تلت فضيلة الاعتراف بالخطية، وتلت فضيلة الانسحاب. فضيلة الاتضاع ممكن أن تلت فضيلة الشكر، ان الواحد يشكر على كل ما اتى عليه حتى في العقوبة. يقول له: اشكرك يا رب انك بتعقدني على الارض بدل ما تعقدني في السماء. كلها فضائل اذا بدأ الواحد في اولها تتطور معه الى ان تعطيه الباقي. زي واحد مرة بيسألني، بيقول لي وانا ماشي في حياة التوبة: بأي الفضائل أبدأ؟ قلت له: ابدأ بأيه.
اي فضيلة هتبدأ بيها هتوصلك للباقي كله، لان دايما الفضيلة تلت فضائل اخرى عديدة جدا، زي مثلا فضيلة المحبة. لفضيلة المحبة ممكن ان تلت كل الفضائل. شوفوا المحبة لله تولد فيك كم من الفضائل، شوف محبة الناس تولد فيك كم من الفضائل، الخدمة ممكن ان تكون مولودة من المحبة، العطف على الاخرين، الحنو، الاشفاق على المساكين، المغفرة للاخرين، لانك لو تحب ناس تغفر لهم. احنا لازم نبدأ بالحياة مع ربنا ونشوف الفضيلة دي هتودينا لحد فين. ومادام بدأت الطريق في الفضيلة ربنا يكمل معاك. اتفضل.